أجرت موفدة التلفزيون المصري إلهام نمر لقاء خاصا مع الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، والذي أكد أن الجمعية لديها 15 مليون متطوع للتعامل مع أزمات تغير المناخ. تكلفة الإغاثة الإنسانية في الأزمات والكوارث أصبحت مرتفعة جداً، مما أصبح عائق أمام جمعيات الإغاثة على مستوى العالم. في كوب 27 ونحن نتحدث عن مسألة التمويل، التمويل مسألة مهمة جداً بالنسبة للجمعيات الدولية. هذه المسألة أو هذه الإشكالية، مسألة التمويل، من الأهمية بمكان أن تناقش في هذا المؤتمر الكبير كوب 27 على مستوى رؤساء الدول والزعماء ورؤساء والمؤسسات الدولية والمؤسسات التمويل الدولية. يسعدنا أن يكون معنا دكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري وعضو الاتحاد الدولي لجمعية الهلال الأحمر والصليب الأحمر في سويسرا. دكتور رامي، تحياتي لحضرتك وأهلا بيك معنا على شاشة التلفزيون المصري. الهلال الأحمر المصري الحقيقة له جهود كبيرة جدا في مسألة الإغاثة. دعني أبدأ بالأول كوب 27، وعايز أعرف جهود الهلال الأحمر المصري في الاستعدادات لكوب 27 ومشاركته في المبادرات الخضراء. أهلا وسهلا يا فندم، وأهلا وسهلا بالسادة المستمعين والمشاهدين. في الأول بحب أشكر طبعا الحكومة المصرية على الجهد الكبير اللي عملته في هذا التنظيم. الهلال الأحمر المصري جزء من الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر وممثل في مجلس إدارة، فالتواجد بتاعه هنا في موضوعين. الموضوع الأولاني معني باللوجستيات ومسألة التنظيم، حيث يقوم بتقديم مجموعة من الخدمات داخل المؤتمر وخارج المؤتمر في مدينة شرم الشيخ. داخل المؤتمر في مجموعة من المتطوعين التابعين لجمعية الهلال الأحمر المصري يقوموا بالعمل مع ذوي الهمة لمصاحبتهم ونقلهم من مكان إلى مكان بطريقة نظيفة وصديقة للبيئة من خلال سيارات مجهزة على أعلى مستوى. الحاجة الثانية، بيقوم مجموعة من فرق الطوارئ بتقديم عمليات الإسعافات الأولية برضو داخل المؤتمر وخارج المؤتمر للسادة الضيوف القادمين في شرم الشيخ، علاوة طبعا على تجهيز مجموعة كبيرة من الفنادق بحزمة من الإسعافات الأولية، سواء كانت تدريب أو الصناديق اللي ممكن الفنادق تستخدمها، حيث أن دايما المستجيب الأول لا قدر الله لو حصل مشكلة بيبقى المجتمع، فتدريب برضو الموظفين أو الأشخاص العاديين على عمليات الإسعافات الأولية حاجة مطلوبة، بالإضافة إلى تعليمهم على أجهزة الصدمات الحديثة المتطورة اللي بتشتغل برضو بالكهرباء عشان نقدر نلحق المواطن بسرعة. قمنا بمجموعة طبعا من المبادرات زي عمليات التعقيم والتطهير وتوزيع الكحول والمياه النظيفة اللي هي صديقة للبيئة لبرضو السادة المترددين، بالإضافة إلى تأمين الفعاليات الخاصة بمؤتمر الشباب اللي حدث على هامش قمة المناخ في شرم الشيخ. دوت كله تم وما زال بيتم بمتطوعين الهلال الأحمر المصري اللي فيهم الفتيات وفيهم الرجال، ودي حاجة جميلة جدا برضو كجزء من العنصر النسائي وتواجده بالشكل السليم في هذا المؤتمر. بالنسبة للتواجد على مستوى طبعا المناقشات والمداولات، احنا هنا بحكم ان احنا بننتمي للكيان الكبير اللي هو الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر اللي بيضم 192 جمعية على مستوى العالم، حملنا خبرات، حملنا الرسائل، حملنا أفضل الممارسات اللي بتيجي من الجمعيات على مستوى العالم وخصوصا طبعا الجمعيات الأفريقية عشان نقدر نوصل صوتهم هنا بالشكل السليم. إيه أهم الرسائل دكتور الناظر اللي هتقدموه طلبوا العالم إن هو يستمع إليه؟ أهم الرسائل اللي احنا بنطلب العالم إن احنا دلوقتي عندنا بنعيش أزمة التغيرات المناخية مش هتحدث بعد ذلك، ولكن بعد ذلك هيبقى هو الأسوأ. بنقول إن اللي احنا عندنا 15 مليون متطوع، ان احنا بنتعامل مع المجتمع، ان احنا موجودين على الارض، ان الحلول البسيطه اللي بيجيبها المجتمع ساعات بتكون كتير احسن وافضل من الحلول الكبيره، لان احنا بنسمع المجتمع، بنتعامل مع المجتمع، بنقدم خدمات للمجتمع، اقرب وصول الى المجتمع. بنقول ان افريقيا الدول الافريقيه هي الاكثر تضررا وهي اللي ما ساهمتش في هذا الانبعاثات. بنقول ان في حاجه اسمها الانسانيه اللي ما بتفرقش ما بين لون ولا شكل ولا ديانة. الإنسانية مهمة جدا، إن في ناس كتيرة محتاجة للتدخلات الإنسانية، في ظروف صعبة بتمر بها مجموعة من الدول بسبب الجفاف وبسبب الفيضانات. احنا بندعو الحكومات إلى التعاون، بندعو أصحاب المصلحة وبندعو الشركاء إنهم يبقوا عارفين إن في جمعيات وطنية والجمعيات دي ما
بتعمل مع الحكومة جنب إلى جنب، بتقدر توصل للمجتمع، نحن نقدر نساعد سواء كانت للاستجابة زي ما حضرتك ذكرتي أثناء الإغاثة أو الأزمات والكوارث أو السيول اللي بتحدث أو للحد من المخاطر أو التكيف. كل دوت إحنا بنحاول نوصله وبنجيب التجارب من جميع العالم بسرعة جداً ونقدر نحطها على ترابيزة المداولات. يمكن لما بنتكلم عن الهلال الأحمر المصري بيتبادر إلى ذهننا هو الهلال الأحمر وعمله داخل جمهورية مصر العربية، ولكن الهلال الأحمر بيتخطى حدود يعني أنشطته خارج الجمهورية وفي تعاون كمان مع الصليب الأحمر، تكلمنا عن هذا التعاون. زي ما حضرتك ذكرت ان احنا بننتمي لشبكه كبيره جدا من الهلال والصليب على مستوى العالم. في دول كثيره تضررت زي السودان وزي الصومال وزي غزه وليبيا، الدول المجاوره، ومصر عمرها ما اتاخرت. مصر بتوجه الجمعيه الوطنيه بتاعتها للتعامل مع الجمعيات الشقيقه في ارسال المساعدات الانسانيه، ده بالاضافه برضو الى ارسال الفرق المتخصصه اللي بتقدر تزود قدرة الجمعية المستقبلة على الاستجابة والحد من المخاطر. قمنا بإرسال مجموعة كبيرة من المساعدات الإنسانية لدولة سيراليون وجنوب السودان وشمال السودان وغينيا الاستوائية، بالإضافة طبعا إلى فلسطين وليبيا. بتقوم مصر فعلا على الاستجابة الفعالة في هذه الظروف. في تقرير صادر عن الاتحاد الدولي بيشير إلى أنه عدد الأشخاص اللي بيحتاجوا إلى مساعدات إنسانية كل عام بيتضاعف حتى عام 2050، وأنه في ارتفاع شديد في تكاليف الإغاثة بتصل إلى 20 مليار دولار ل 200 مليون شخص سنوياً. رقم ده كيف يمكن الإيفاء به؟ وهل هناك التزامات دولية يعني بتساعدكم في الإفاء أو في القيام بواجباتكم تجاه الإغاثة؟ عشان كده احنا موجودين هنا عشان نعرض الأرقام اللي معانا، عشان نكلم الحكومات، عشان نقول احنا بنقدر نعمل كذا وبنقدر نوصل للمجتمع. ودوت التقرير اللي صدر دوت بناء على التقييم دوت بتاعنا وبتاع المنظمات الإنسانية، وتتداخل فيها برضو الحكومات عشان نقدر نوصل للرقم دوت. واحنا موجودين وتواجدنا هنا برضو كده عشان برضو نوصل للحكومات ان احنا الشريك المفضل للعمل في مجال الإنسانية. اللي موجود هنا مش 192 دولة فقط، لا، الموجود هنا كل جمعيات الصليب والهلال الأحمر في العالم موجودين. جبنا كل خبراتهم وجبنا كل الأصوات بتاعتهم وجبنا كل الممارسات وجبنا كل المشاكل اللي عندهم عشان نطرحها على ترابيزة المداولات. الحقيقة من ضمن الموضوعات الهامة اللي طرحت في كوب 27 مسألة أنظمة الإنذار المبكر، الاحتياج إلى أنظمة إنذار مبكر للحد من الكوارث وتلافي الكوارث قبل وقوعها لتقليل عدد المصابين. مدى أهمية يعني الوصول إلى هذا النظام وإمكانية تطبيقه بالفعل على أرض؟ أنظمة الإنذار المبكر ديت يعني مش هقول كل الجمعيات أو كل الدول بتستخدمها، ولكن في جمعيات من ضمنهم جمعية الهلال الأحمر المصري تمتلك غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة مجهزة بأحدث الأجهزة التكنولوجية ومربوطة طبعا بالأقمار الصناعية اللي بتقدر إنها تدينا الأخبار قبل وتغيرات الطقس ب 48 ساعة على الأقل. ده بيعتبر جزء من الإنذار المبكر، بالإضافة طبعاً إلى تواجد المتطوعين على الأرض اللي هم بيقدروا لما بيشوفوا أي حاجة بيقدروا يبلغوا غرفة العمليات المركزية. أجهزة الإنذار المبكر ديت هنقول إنها مسألة محتاجة فعلاً انفستمنت، أو زي ما بنقول محتاجة إنها تمويل، محتاجة إن الناس تتمرن عليها كويس، محتاجة يكون في انتشار طبعاً للفرق العاملة على الأرض بالشكل السليم، محتاجة أن يكون في مخازن لوجستية موضوعة في أماكن سهلة الوصول وتقدر أنها تخرج منها الأدوات والمهمات بسرعة، محتاجة أن الناس تتمرن عليها بالشكل السليم عشان يعرف يقرأ وعشان يعرف يزود المعلومات أو يرسل المعلومات. ودي من الحاجات الهائلة جداً اللي ساعدتنا في مصر الفترة اللي فاتت ديت، لما قدرنا ان احنا نركز مع أنظمة الإنذار المبكر وقدرنا ان احنا في مراحل ما نعطل المدارس او في مراحل ما نقول للناس ما تروحوش هنا. هي دي أنظمة الإنذار المبكر. لما تحسب التكلفة اللي احنا جنيناها من انقاذ الارواح وان احنا من تعطل حركه المرور وكل دوت، دلوقتي حاليا تلاقيها طبعا رقم كبير جدا احنا دلوقتي كان ممكن ندفعه بس ما ندفعوش نتيجه للحفاظ على الارواح اللي تمت بسبب اجهزه الانذار. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعيه الهلال الاحمر المصري وعضو الاتحاد الدولي لجمعيه الهلال الاحمر والصليب الاحمر في سويسرا. شكرا جزيلا.